يعني القصة اللي حقول لكم هي الآن فعلا يعني بينطبق عليها إنه مقولة إنه ما جاء يومه لسه يعني. ففي رجل روسي عمره 46 سنة تاه في البحر 67 يوم وأنقذه. Кошку не метайте. Я просто... Но они хоть в этих жилетах, хоть они нормально. Видишь? Вот с бака кидает. Подожди. Опа, держи. А якорь не сможешь зацепить. Не надо, не надо, не надо. Не, ну пока не надо. Отрезать? Надо лодку привязать, а он, потом отрезать. Он там один, да? الرجل اسمه ميخائيل وطلع في أغسطس مع أخوه اللي عمره 49 وابن أخوه اللي عمره 15 سنة في قارب مطاطي برحلة استكشافية علشان يشوفوا الحيتان في جزر أخوستك، وانفقد الاتصال معهم في 9 أغسطس، ومن وقتها الأمس فشلت كل فرق الإنقاذ في أنها تحدد موعدهم أو موقعهم عفوا. ميخائيل قال أنه محرك القارب تعطل خلال الرحلة وما كان معهم غير شوية أكل، يعني حصة غذائية صغيرة و16 لتر ماء تقريبا. صمدوا شوية لكن بعدين أخوه وابن أخوه ماتوا قدامه. ما نعرف لو هو يعني من الجوع أو العطش أو البرد، كون البحر اللي تاهوا فيه يعني هو أبرد بحر في شرق آسيا ومعروف بالعواصف. ومن بعد ما ماتوا ربط ميخائيل جثثهم بالقارب علشان ما يجرفهم البحر. يعني متخيلين الموقف؟ يعني شيء صعب، يعني بشع يعني. المهم بعد 67 يوم في طاقم سفينة صيد طلع على الرادار الخاص فيهم قارب كده. في الأول فكروا أنه يعني عوامة أو قطعة خردة، بعدين وقت ما اقتربوا شافوا القارب وانصدموا باللي شافوه، أنه في جثتين وفي رجل هزيل جدا. فالرجل فقد نصف وزنه خلال الرحلة وما حد يعرف كيف قدر يتحمل، يعني مكتوب له العمر يعني أنه يعيشه يعني. وتم نقله بعدين للمستشفى، وقال الطبيب المختص أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة له وأنه بيعاني من انخفاض درجة حرارة جسمه وحالته مستقرة.